الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا ومع برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها بعدا لمدين كما بعدت. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. بئس الرفد المرفود بئس الرفد المرفود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وأتبعوا الذي رمرقة الذي الرفد المرء الذي الذي الرفد المرء. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وأتبعوا ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ذلك من أنباء أنباء القرى وثم أنباء الرسل وثم أنباء
الغيب. وما ظلمناهم متشابه ذهبي، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. صدق الله العظيم. هذوما اثمان ناقصين ما تسجلوش، هذاك علاش قاعدين نسجلوا فيهم. احنا تو في سوره النحل، تو باش نمشيو الى سوره سيدنا يوسف عليه السلام. في سوره سيدنا يوسف عليه السلام ايه 33 حتى الايه 42، هذوما اثمان.